جدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بعد لقائها الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريون في الصيف أن المؤسسات والنظام الديمقراطي في لبنان رهينة السلاح والاستقواء، وطالما أن هذا الواقع موجود نعتبر أن الاستحقاقات الديمقراطية مضروبة في أساساتها. وأكد قيام المعارضة بخطوة إيجابية بمجرد ترشيحها لجهاد أزعور واتفاقها مع معوض على الانسحاب، قوبلت بالتعطيل والتهديد والرفض التام. أول شيء مفترض أنه يتم هو أنه يلاقينا حزب الله على نص الطريق إذا بدنا نحكي رئاسي، بس نحن عنا قناعة أنه حزب الله بمنطق استقواء وبمنطق فرض وبمنطق تهديد وبمنطق استيلاء وبمنطق انقلاب على المؤسسات وعلى الديمقراطية وعلى البلد. لهذا السبب نحن مناشد دول الصديقة أنه تكون فهمانة هذا الواقع وتساعد لبنان بأنه يحرر حاله من هذا الوضع، مش بأنه نحط الجلاد والمجلود بنفس المرتبة. اللي عم بيعطل ويهدد ويقتل مثله مثل يلي عم بيعاني من التعطيل ومن الاختيال ومن العنف والتهديد وإلى آخره. واعتبر أننا نحن بحاجة إلى من يطمئننا وليس الحزب الذي يملك السلاح. إذا ما كان في تطمين حقيقي للفريق يلي هو اليوم ضحية العمل الانقلابي يلي عم بيقوم فيه حزب الله، أي حوار ما فيه تطمين للضحية هو عملية تكريس انتصار الجلاد على الضحية. فهذا اللي عبرنا عنه بوضوح. نحن كفريق وكممثلين لجزء كبير من اللبنانيين يلي موجوعين ويلي عم بيعانوا، نحن بحاجة لتطمين، وإلا نحن كل هيدا المسار نعتبره مسار انقلابي ما ممكن يؤدي إلا إلى سيطرة حزب الله على القرار السياسي اللبناني. بنفس الوقت نحن عبرنا عن تقديرنا للجهد الفرنسي، ما عم نحملهم إلهم مسؤولية المشكلة اللي واقع بالبلد، هو منه مسؤوليتهم، ولكن هن كمان لازم يعرفوا شو حقيقة الواقع، شو المسار يلي موجودين نحن فيه، ويعرفوا حقيقة معاناة جزء كبير من اللبنانيين، يخدوا بعين الاعتبار وقت بدهم يعملوا مبادرة نيتها أكيد نية إيجابية وصافية، ونعرف أنه فرنسا عندها كل الاحترام والمحبة للبنان، ولكن ما رح نقبل ندفع ثمن بقاء المؤسسات تسليمها لحزب الله. يعني ما رح نقبل أنه يكون ثمن انتخاب رئيس الجمهورية هو الاستسلام لحزب الله. هيدا ثمن نحن منا مستعدين ندفعه، ولا اليوم ولا بكرة ولا بعد 100 سنة. بعد اللقاء الذي حضره أيضا النائب نديم الجميل، النائب الياس حنكش وعضو المكتب السياسي الكتائبي جوال بعبود ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، أكد رئيس الكتائب أننا نريد مبادرة متوازنة تعطي كل التطمينات لفريق المعارضة. من بيت الكتائب المركزي في الصيف، مجدلي نعيد، صوت لبنان.